قولي لي، تنصحي ستات البيوت مثلا اللي هما مش بيعملوا رياضة، ما عندهمش إمكانية يروحوا الجيم، ان هما يعملوا ايه؟ يعني ما عنديش إمكانية ان انا ابقى مع بيرسونال ترينر وحد يدربني يعني خاص بيا، وما عنديش إمكانية اروح الجيم، طب اعمل ايه؟ عندي تو اوبشنز. هعرف انزل اتمشى في الشارع كل يوم نص ساعه، مشي عسكري، مش ماشيه ان انا بتمشى بعمل شوبينج مثلا، لا همشي مشي مظبوطه، خطوات منتظمه في الشارع. لو ما فيش نادي اوكي، نزل تراك اوكي، ما فيش بقى خالص اي حاجه، هنزل اتمشى في الشارع. طب صعب صعب خالص، هفتح اليوتيوب هكتب ووك ات هوم، walk at home، بس هما بيعملوا تمارين، تمارين المشي في البيت. بس هي طبعا ما تبقاش ماشي، بس يبقى فيها حاجات زي اللي عملناها. ودلوقتي بقى والله حتى التلفزيون المصري والمدربين المصريين حاطين تمارين كتيرة جدا جدا على اليوتيوب. لو كتبت تمارين رياضية هلاقي تمارين.